مساء الخير يا جماعة، احنا هنبدأ هنا دلوقتي هنتكلم في مادة التحليل الفني. تمام، انا هتكلم هنا من خلال الاسابيع المتبقية لينا او المنهج اللي تبقى لينا دراسيا، فهبدأ ان انا هاخده واحدة واحدة او محاضرة محاضرة كالتالي. فانا هبدأ اول محاضرة في مادة التحليل الفني هنا عندي هنا المحاضرة الاولى للاسبوع الاول بالنسبة للفصل الثالث. طبعا احنا اخدنا مع بعض الفصل الثالث او شيرنا لبعض النقط فيه، هنبدأ ناخد الجزء المتبقي فيه يعني في الفصل الثالث. اولا هبدأ ان انا اتكلم على المحلل الفني. ماذا نقصد بالمحلل الفني؟ هو شخص بيقوم بتسجيل ودراسة وتحليل ومتابعة الرسوم البيانية للاسعار. احنا زي ما قلنا ان انا عندي هنا بالنسبة للمحلل الفني هو اساس شغله هو تسجيل ودراسة حركة الاسعار ومتابعة الرسوم البيانية. حلو، وبالتالي بيبدأ انه بيتابع اتجاهها والاشكال النمطية. يعني ايه يا جماعة اشكال نمطية؟ الاشكال النمطية الاشكال اللي بيكونها السهم خلال فترة متابعتي ليه. يعني بمعنى اصح ان انا عندي هنا في اشكال ببدأ ان انا اتعرف عليها او السهم ده بيبدأ يكونها، وبناء عليه اقدر ان انا اتنبأ زي ما هنشوف في الفصول اللي بعد كده ازاي ان انا هستخدم الرسمة دي ان انا اقول السهم ده هيكمل، السهم ده مش هيكمل، السهم ده هيستمر في الحركة بتاعته، هيعكس الاتجاه، بدل ما يبقى صاعد هيبقى هابط، بدل ما يبقى هابط هيبقى صاعد. وبالتالي هو شخص بيقوم بتسجيل وبدراسة وتحليل ومتابعة الرسوم البيانية. تمام، بعد كده هيبدأ ان هو بيحدد التوقعات المستقبلية من خلال دراسته لسعر المنتج. واحنا اتفقنا ان انا عندي هنا السوق ما بيختصش فقط بالاوراق المالية، ممكن يكون اسهم، ممكن يكون سلعة، ممكن يكون عملة بيتم تداولها في السوق. فبالتالي هو بيبدأ يحدد التوقعات المستقبلية. ثلاثة، بيبدأ ان هو نقول ان يستحيل ان يحدد اعلى سعر. خلي بالك ان هو بيبقى عنده رانج، يقدر يقول ان انا كان السهم الف وصل لاقصى حاجه كذا قبل كده، وصل قبل كده بناء على الانماط او الاشكال الانماط بتاعته او متابعتي او دراستي لحركه الرسم البياني بتاعه، اقدر اعرف قبل كده وصل لسعر قد ايه. لكن ما اقدرش دلوقتي حالا اقول لك ان السهم الف لازم يوصل ل 1000 جنيه، السهم الف لازم يوصل ل 900 جنيه. فبالتالي بيستحيل ان يحدد اعلى سعر او اللي هو القمه او ادنى سعر اللي هي أدنى نقطة يعني أو القاع بتاعه، تمام؟ التي قد يصل إليها السهم، فهو بيستحيل أن يحدد أعلى سعر أو أدنى سعر. بعد كده بيبدأ يتعامل بالاحتمالات. خلي بالك بناء على الرقم اللي قبله أو الخاصية اللي قبله اللي هي بيستحيل أن يحدد أعلى سعر أو أدنى سعر، فطبيعي إن هو بيتعامل في الاحتمالات. فاستحالة ألاقي في قاموس المحلل الفني نهائي إن هو يتعامل في كلمة يجب أو كلمة لابد أو كلمة بالتأكيد، استحالة إنها تبقى موجودة. يبقى دي الأربع خواص الأساسية، وبنبقى بنركز تحت يعني يعتبر كل بولد محطوط تحتيه خط، ده هو الأساس، والباقي هو عبارة عن شرح ليه عشان حضرتك تقدر تستفسر عن كل نقطة. تمام، بعد كده بيقول لي في مميزات بتخص المحلل الفني. وبالتالي أولا لابد ان يكون هناك قدره على الربط ما بين المعلومات وبعضها البعض. خلي بالك ان هو بيتابع رسم بياني، طالما بيتابع رسم بياني يبقى لازم يربط ما بين المعلومات مما يعطيه القدره على التحليل المتعمق بالنسبه لحركه السعر. ده واحد. اتنين، توفر الموضوعيه، يتوفر فيه موضوعيه، يعني بمعنى اصح بيبعد عن اصدار احكام سابقه لما يحدث بالسوق. موضوعيه يعني يبقى موضوعي، يشوف السوق بدا يتكلم ازاي او بدا يحكم ازاي او بدا يشوف السهم ده هيتحكم هيتحرك ازاي، وبناء عليه يتخذ قراره. لكن حضرتك ما تقدرش تاخد قرار والسوق شغال في حته وحضرتك شغال في حته ثانيه. التحلي بالمرونه والاستعداد للتخلي عن اراء. حضرتك طالما مكون راي معين وعادي جدا ان انت تقدر تتعامل بيه، بس المفروض ان انت يبقى عندك نوع من المرونه ان لو السوق بدا يغير اتجاهه فبناء عليه قرارك ده لازم يتغير، يبقى انت عندك مرونه في تغيير هذا القرار. تمام، بعد كده قال لي لابد ان يكون هناك نظره مستقبليه ثاقبه لاتجاه الاسعار. بمعنى اصح ازاي؟ قال لي هنا ان المفروض يبقى عندي نظره مستقبليه لاني انا بحدد حاجة مستقبلية، السهم هيوصل لإيه أو هتعامل معاه إزاي. فأنا لازم يبقى على المستقبل يعني نظرتي على الوقت الحالي بالنسبة للسهم ونظرتي مستقبلا بالنسبة لهذا السهم عامل إزاي، لأن أنا ما بشتغلش عليه في الوقت الحالي، ده أنا عايز أشوف السهم ده المفروض يوصل لكام أو السهم ده هيقل لكام أو السهم ده وضعه إيه دلوقتي بالنسبة لبقية الأسهم عشان أتعامل معاه. فأنا عندي تبقى نظرة مستقبلية للسهم، أنا ماليش دعوة بالنظرة الماضية، الماضية كونت لي نمط بيمشي عليه السهم، قدرت اعرف اعلى حاجه وصل لها ايه، اقل حاجه وصل لها ايه، لكن لازم يبقى عندك نظره مستقبليه وامتلاك قدره عقليه للاستيعاب السريع للمستجدات الطارئه على. فخلي بالك لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان انا عندي
زي ما في محلل اساسي سوري محلل فني، في محلل اساسي. فبيبدا المحلل الاساسي يتكلم في ايه؟ بيهتم فقط بمتابعه الاخبار الاقتصاديه للسوق عامه والقوائم الماليه والبيانات والمعلومات الخاصه بنتائج الاعمال والوحدات الاقتصاديه المختلفه. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتبقى قاعد بتتابع، لو انت محلل فني زي الرسمه اللي موجوده عند حضرتك بالظبط، لو انت واقف على الحياد في عندك اما محلل فني واما محلل اساسي اللي هو الفاندمنتال، والفني اللي هو التكنيكال. التكنيكال هتلاقيه رايح ناحيه السبورت اند ديماند، اللي هو السبلاي اند ديماند، اللي هو عباره عن العرض والطلب، هو بيحدد بناء على عرض وطلب وبناء في خرائط اللي هي التشارتس، او بمعنى اصح في رسوم بيانيه هو بيبدا يتبع سيرها. بينما لو جينا على الناحيه الثانيه هتلاقي التكنيكال اللي هو الفاندمنتال بدا يتجه ناحيه الريشيز، وبدأ يتجه ناحية البالانس شيت، بدأ يتجه ناحية النيوز. فبالتالي كل الحاجات دي انت واقف على الاثنين. لو انت قادر ان انت تتعامل مع ريشيز وبالانس شيت واخبار اقتصادية، حضرتك خليك في الفاندمنتال. حضرتك هتبدأ تتكلم على السبلاي والديماند، على حركة الطلب والعرض على هذه السلعة او على هذا المنتج او على هذه العملة، يبقى حضرتك خليك مع التكنيكال، وبالتالي هتتعامل بالشارتس. اوكي طيب، بنفس المنطق لو حضرتك جيت عند اللي ماسك كالندر او اللي هو ماسك التقويم، هتلاقي ده واحد بيتعامل بيه. ان انا عندي من الصوره دي لو بصيت لها في فن توقيت وفي فن متابعه احداث. فن متابعه الاحداث اللي هو فيه التقويم، يبقى حضرتك مستني الاعلان عن القوائم الماليه اللي حضرتك المفروض تحللها كمحلل اساسي تقدر تتخذ قرار عليها. لو حضرتك مستعجل جدا وبدات ان انت تبص على انه فن توقيت، يبقى حضرتك تكنيكال اناليسز، وحضرتك اناليست سوري، وبتبدا ان حضرتك بتتابع حركه السوق زي ما هو واضح وراه، اما صعودا واما هبوطا. تمام. بعد كده بدا ان هو بدل ما يبقى فيه تكنيكال اناليسز وفي فاندمنتال اناليسز او الاناليست والاناليست برضو التكنيشن، بيبدا يبص على المضارب. طيب السبيكيليتور يعني ايه؟ قالك السبيكيليتور هو عباره عن شخص بيسعى الى اجابه، او بمعنى اصح بيسعى وراء ما لا اجابه له. يعني بمعنى اصح هو بيدور على شيء ملوش اجابه، هو بدا يدخل في استثمار معين او عنده نظره مستقبليه. خلي بالك ان احنا قلنا هو بيتوقع ان في ارباح جايه له في المستقبل، فبيبدا يشوف الحاجه دي هتتحقق ولا لا، لان لو حد عنده اجابه ليها ما كانش هو الوحيد اللي بقى عارفها. تمام. ثانيا بيقبل بالمخاطره على اساس تحقيق او على امل تحقيق ارباح قد تنتج عن صحه التوقعات الخاصه بحركه الاسعار المستقبليه. بيقبل بالمخاطره نتيجه لان حضرتك هو في مخاطره موجوده في السوق هو قبل بيها، مش خلق حاله من المخاطره. لو خلق حاله من المخاطره يبقى مقامر، لكن هو قبل بالمخاطره اللي موجوده وبناء عليها هو مضارب. بعد كده بيقول لي مفتاح النجاح لديه يتمثل في سرعه استجابته او تحركه قبل عامه الناس. خلي بالك لو بدا الخبر اللي يبقى موجود عند المضارب هو نفسه اللي موجود عند عامه الناس، يبقى ما بقاش في انتهاز فرص، يبقى ما بقاش في مضاربه، وبناء عليه المضارب لابد ان يتحرك قبل عامه الناس، سواء مستثمرين، سواء سماسرة، سواء حد عنده هذه المعلومه. يعني بمعنى اصح علشان يبقى اسمه منتهز للفرص او اسمه مضارب لازم يتحرك قبله. خلي بالك لو بصيت للرسمه دي هتلاقي ان انا عندي بالنسبه للمضارب، المضارب بيبقى الناس باصه الارباح صغيره جدا اللي هي 10 دولار و10 دولار، تلاقيه لو هو دخل انتهز الفرصه دي، انتهزه للفرصه حوله من ان هو يكسب مع عامه الناس او عامه الافراد اللي هو 10 دولار انه يكسب 1000 دولار. طيب في واحده تانية قال لك السبيكيليتر، وجود السبيكيليتر في السوق، السبيكيليتر ده علشان يبقى مضارب لازم يبقى قدامه واحد محتاط. ما هو واحد بيعمل مخاطره، واحد بيقبل من المخاطره، التاني عايز يتجنب المخاطره، وبناء عليه بيبقى هيدجر او بيحتاط ضد هذه المخاطره. يبقى وجود تاني وجود المضارب بيؤدي بالضروره الى وجود المحتاطين ضد المخاطره. بعد كده بيبدا يقول لك المميزات بتاعته. المميزات دي طبيعيه جدا، يعني احنا نقراها: الذكاء والمهاره والدهاء والحيويه. اثنين، لابد أن يكون هناك تعامل ذكي مع التحولات النفسية التي يتعرض إليها في حالات الانتصار والانكسار والنجاح أو حتى الفشل. فخلي بالك علشان تبقى مضارب، النقطة رقم اثنين دي أهم واحدة فيهم، لازم تبقى قادر أن أنت تسيطر على أو يبقى عندك تعامل ذكي مع التحولات النفسية اللي أنت بتتعرض ليها. أولا لازم تبقى قادر أن أنت تحكم نفسك في الانتصار والانكسار والنجاح والفشل، بمعنى أن أنت لما تيجي تاخد قرار، إذا كنت متأثر بأحد هذه العوامل ما ينفعش تاخد هذا القرار، فلا بد أن تكون قادراً على التحكم في الأحاسيس والتغلب عليها بالعقل والمنطق. على فكرة ممكن تكون أنت في حالة من دول، ولكن أن أنت قادر أن أنت تتخذ قرار سليم. بعد كده لابد أن يكون هناك توقع بالعواقب،
خلي بالك بتقدر ان انت تتوقع العواقب بتاعتك، يعني لو دخلت استثمرت في المشروع ده هكسب 1000 دولار، لو خسرت فيه هخسر مثلا 1000 دولار، فانت متوقع عواقب، انت مش بتبص بس النجاح. خلي بالك التزام بالحيطة والحذر، طالما انت متوقع عواقب وبناء عليه عارف ان عندك فيه مخاطر هتقابلها، لان انت قابل بالمخاطرة، يبقى لازم تحتاط ضد المخاطرة، مش تحتاط ان انت تبقى هاجر، لا بتحتاط ان انت تبقى تتعامل بالعقل والمنطق زي ما قلنا في النقطة اللي هي بتاعة الانكسار والانتصار والفرح. قوة التحليل السليم وشجاعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب. خلي بالك ان ناس كتير بيبقى عندها تحليل سليم لكن ما عندهاش شجاعة اتخاذ القرار، مش عايزة تبان قدام حد، او مش عايزة تبان قدام السوق، او مش عايزة تبان قدام سمسار ان هي رجعت في قرارها وبناء عليه بتخسر. فهو هنا لازم يبقى عنده تحليل سليم وشجاعة في اتخاذ القرارات والقدرة على الإصغاء الجيد للسوق وربط الاحداث او توقع ربط الاحداث، بعد كده يبقى مستقل في رايه، لان انت لما تكون منتهز في فرص ما ينفعش ان حد ياثر على رايك، لو ما اثر على رايك اصبحت تابع، اصبحت ان السمسار هو اللي بيديرك. فدي هي المميزات. تمام، بعد كده بيقول لي ده مثال بسيط جدا، المضارب والمستثمر كالسباح الماهر عليه ان يسبح مع التيار. يعني بمعنى اصح حضرتك لما تيجي تستثمر تستثمر مع السوق، ما تمشيش ورا السوق، لكن ما تجيش يبقى الاتجاه الطبيعي او الصح ان انت تشتري دلوقتي وتدخل تبيع، او ما يجيش العكس ان المفروض ان انت تبيع وتدخل تشتري. فبيقول لي هنا حيث ان الاصرار على السباحه ضد التيار قد يؤدي عاجلا ام اجلا الى الغرق، بمعنى ان انت لو فضلت تشتري وطبيعي ان الناس قدامك بتعمل ايه، الناس بتبيع، هتخسر عند نقطه معينه، هتلاقي نفسك خسرت. لا تستقر على حال واحد، تيارات المياه وامواج البحر لا تستقر على حال واحد، وبالتالي بنفس المنطق اسعار الاسهم قد تثور فبالتالي بتعلى وقد تهدأ فبالتالي بتنخفض، فهي بترتفع وبتهبط. والفوز بلعبه السوق دائما بيكون من نصيب الفرد الذي لا يعترض تيار الاسعار، يعني بمعنى اصح ما تجيش تعترضه، لان انت مهما كنت انت مضارب او مستثمر، تمام، واحد قدام سوق. بعد كده عندي هنا مصطلح اسمه سعر الإقفال. لما أجي أتكلم على سعر الإقفال هو جاي من اسمه اللي هو الكلوزنج برايس. كلوزنج هو عبارة عن إيه؟ قال لي هو عبارة عن آخر سعر بتنتهي به المبادلات في نهاية يوم التعامل. يعني مثلا أجي يوم 20/12 مثلا، آخر سعر وصل له السهم يوم 20/12 قبل ما البورصة تقفل، ده سعر الإقفال. تمام؟ سعر الإقفال بيمثل انتصار لأحد الفريقين على الآخر، بمعنى إن أنت عند حضرتك في بائع وفي مشتري. السعر ده يا إما هيميل ناحية البائع فبالتالي السعر قل في اليوم دوت فالبائعين هم اللي انتصروا، أو إن هو ناحية المشتري فالمشتري هو اللي اشترى أكتر الأيام ديت، فإيه اللي حصل؟ حصل إن في رفع للسعر، ففي نهاية اليوم قد ينتصر البائع على المشتري وبيكون هناك انخفاض في السعر، انتصر البائع هو قدر ينزل السعر، أو ينتصر المشتري على البائع هو المشتري قدر يرفع السعر. تمام؟ بيكون بالشكل ده. خلي بالك احنا قلنا البولامبير اللي هي النظريه بتاعت التيران والدببه، ان الثور عاده بيمثل المشتري فبيسعى الى رفع الاسعار، فبيبدا يتكلم على البول ماركت ان هو بالاخضر ومؤشر السهم بيبقى اخضر يعني طالع، او ان يبقى بير ماركت، فجي دلوقتي البير ماركت اللي هو عباره عن الدببه، فهم دول بيسعوا الى انخفاض السعر، وبالتالي السعر لما بينخفض بيبقى احمر. اوكي، او بيقول لي ان هو سعر اخر معامله على ذلك السهم قبل اقفال السوق، يعني يا اما في نهايه التعامل يا اما قبل اقفال السوق. اليوم ده قفل على كام؟ طبيعي في البورصه يقول لك هو السهم ده قفل على كام النهارده. له اهميه كبيره في تقييم المحافظ الاستثماريه وصناديق الاستثمار. خلي بالك نتيجه لان المحافظ الاستثماريه بتبقى كبيره ومنوعه، او صناديق الاستثمار بتتعامل في مبالغ استثماريه كبيره، ما بيهتموش بسعر الفتح، بيهتموا بسعر الاقفال، قفل على كام النهارده، او اخر تحرك للمحفظه الاستثماريه كانت فين، اخر تحرك لصندوق الاستثمار كان فين، كان بائع ولا مشتري. اوكي، كان سعر اقفاله كام. وفيما يلي توضيح لاسعار الاقفال في بعض الشركات ومقارنه سعري الاقفال. بص هتلاقي هنا الكامباني، بابا جونز، تكساس، الامازون، يام، براون اند فورمن، ستاندرد اند بور 500 اندكس، هيمانا، جي اي، هاير، فورد، كيندارد. كل دي شركات. تمام، هتلاقي عندك العمود الثاني اللي هو سبتمبر يوم 9 الكلوزنج برايس بتاعه كان 74 بالنسبه مثلا لشركه بابا جونز. بعد كده بيقول لي بالنسبة لفرايداي، فرايدايز سعر الإقفال بتاع الجمعة كان 77،
وليكن ان مثلا ان سبتمبر ده كان 9 سبتمبر كان مثلا الخميس، وبناء عليه الجمعه قفل على كذا، فبيبدا يشوف التشينج ما بينهم اتغير بقد ايه. فلو لاحظت ان اقفال الجمعه كان اعلى من اقفال اليوم اللي قبله. حلو. طيب تعالي لي بقى على حاجه زي فورد، 12 دولار و38 كان كلوزنج برايس ل 9 سبتمبر. بعد كده بيقول لي هنا بالنسبه لفرايداي قفل على كام؟ 12 و11 من 100. فقال لي هنا ان التشينج كان سالب 2.2%، ودوت يعتبر ان هو حصل انخفاض في سعر الاقفال بالنسبه للسهم. طبعا دي حاجه مش كويسه، السعر نزل. بعد كده بيقول لي هنا في انواع بقى للرسوم البيانيه. مش احنا قلنا حضرتك ان انا عندي كمحلل فني ببدا ان انا اتابع حركه الرسوم البيانيه؟ طب هي ايه انواعها بقى؟ من أجل التعرف على الطرق المتبعة في تسجيل بيانات الأسهم، لابد من التعرف على الأنواع المختلفة للخرائط، وهي كالتالي: 1. عندي هنا في حاجة اسمها الخط البياني أو اللاين تشارت. عندي هنا الأعمدة البيانية البار تشارت. عندي بعد كده الشموع، سوري، اليابانية، مش بيانية، اليابانية اللي هي الجابانيز كاندلستيك. بعد كده البوينت أند فيجر، ودي ليها حالة خاصة بيها. يعني لو احنا قلنا ان 1 و2 و3 الخط البياني والأعمدة البيانية والشموع اليابانية دول ليهم شكل معين او غرض معين، هتلاقي البوينت أند فيجر ليها شكل تاني وغرض تاني. طبعا كده يا جماعة نبقى خلصنا المحاضرة الأولى في الأسبوع الأول، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وعندنا محاضرة كتير بصراحة لسه. يعني good luck، ونتقابل إن شاء الله المحاضرة الجاية. معاكم سميرة علام، ميرسي أوي.